مرحبا، معك توني فرانسيس. بصلي إنه البودكاست تبعي اليوم يوصل لك صديقي. اليوم كتير حلو المشاركة مثل كل مرة باسم يسوع، لأنه كلمة الرب دايما حلوة، بس اليوم حلوة لأنه يمكن للبعض شي جديد، ويمكن للبعض الآخر هو تذكير رائع. اليوم بدي فرجيك العالم الروحي. بتقلي كيف فيك تفرجينا العالم الروحي؟ ايه، من الكتاب المقدس. رح فرجيك انت لما صرت مؤمن بالمسيح يسوع وولدت بالملكوت روحيا من الروح والماء، لما قبلت يسوع المسيح بقلبك وانغفرت خطاياك، الكلمة بتقول انه من كان في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. انت وانت وانا صرنا خليقة جديدة، بعدنا بشر بس صرنا خليقة جديدة. وسمعت مرة هيدا الإعلان اللي هو كتير حقيقي، يلي بيقول إنه ابن الله صار ابن الإنسان حتى يصير ابن الإنسان ابن الله. فهيدا اللي عمله المسيح معك ومعي ومعك لما قبلنا بقلوبنا، لأنه نتذكر كل العالم خليقة الله، ولكن بس اللي قبلوا المسيح قال أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. فأنت هلأ تنتمي إلى ملكوت الله، وتذكر يسوع قالنا أنه أنتوا بهيدا العالم ولكن مش من هيدا العالم. والرب ما كان عم بيعمل شعر بيت شعر لما قالنا هيدا الكلمات، لأنه يسوعنا بيحكي الحق لأنه هو الحق. فأنت بهيدا العالم بس أنت ما بتنتمي لهيدا العالم. بنفس اللحظة أنت بهيدا العالم بس أنت متصل بعالم تاني، مثل السفير. هيدا نقول لشبه لك يا هيك سريعا، مثل السفير يلي تنقول هو بيمثل دولة معينة وساكن بالبلد المرسل لإله أو المبعوت عليه. فهونيك هو ما بينتمي لهيدي الدولة، هو بينتمي للدولة اللي جاي منها، وما بتنطبق حتى ونين عليه هونيك بالدولة اللي هو فيها، لأنه هو خاضع لدولته حتى لو بعيد عنا. وحتى السفرات نفس المبدأ، وين ما كانوا بكل العالم هني شقفة من هيدي الأرض تبعهم حتى لو بعاد عنا. وانت وأنا هيك خيي واختي بالمسيح، حتى لو نحن هلأ فعليا يعني ما دخلنا بعد للسماء، بمعنى أنه بعدنا لبسين هاي الخيمة الأرضية، نحن فتنا بالروح بس أجسادنا بعدها هون على الأرض. وهذا الامتياز أنه بعدنا لبسين هاي الخيمة، لأنه الرب بده إيانا هون، بده إيانا أنه نجيب السماء على الأرض. وهذا الشيء بيصير بأنه يكون عنده أبناء وبنات لإله على الأرض بأجساد، وإلا بتصير الشغلة مش قانونية على السماء، لأنه الله عايز أبناء وبنات عندهم أجساد، لأنه هو حط هيدا القانون ليقدر يعبر من خلالهم ببعد الأرض هون. والكلمة بتقول بالمزامير أنه قال السماوات للرب ولكن الأرض أعطاها لبني آدم. فالرب تركك وتركك وتركني مش للتعذيب كتار بيفكروا تخيلك يا الله خدنا وريحنا، بالعكس إذا أنت عم تفكر هيك هذا البودكاست وصل لك لتغير فكرك وذهنك حتى تختبر مشيئة الله الصالحة والمرضية والكاملة، وهي أنه تملك يسوع بهيدا العالم يلي عايز المسيح. ف كل هيدا لقلك انه انت صرت خليقة جديدة، انت بهيدا العالم ولكن مش من هيدا العالم. بس هلأ ما تكون غريب وتبطل تعمل الامور اللي لازم تنعمل بهيدا العالم، لا كمل عم تاكل وكمل عم تشرب وكمل عم بتنام وكمل عم تعمل رياضة، بس انت هلأ صار عندك امتيازات الملكوت وقوانين الملكوت وحضور الرب بحياتك، وعندك سلطان المسيح، وعندك آيات وعجائب بتتبعك باسم الرب،
وانت سفير للرب بهيدي الارض، تضعون ايديكم على المرضى فيبرؤون، تطردون الشياطين، تشفون او تقيمون الموتى. فعنا ارسالية خارقة ومباركة مننتمي لها. وبالنهاية اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بمعنى خدوم جسمك، وفر له الأمور المناسبة والصحية، عطيه جسمك اللي عايزه، بس كمان عيش للرب أولا، لأنه اطلبوا ملكوت الله أولا والباقي يزاد لكم. تما طول عليك، خليني أقرأ لك هيدا المقطع يلي بفرجيك العالم الروحي يلي أنت هلأ بتنتمي لإله. أنت ما بتنتمي لإله لما بتموت، أنت هلأ بتنتمي لإله. ليش؟ لأنه كلمة الرب برسالة يوحنا بتقول أنه أنت اللي أمنت باسم المسيح، باسم ابن الله، صارت الحياة الأبدية لكم منذ الآن. هيك الكلمة بتقول. فإذا الحياة الأبدية بلشت معك من هلأ، والمؤمن ما بيموت، المؤمن بينتقل. نحن ما بقى ندوق الموت، لأنه المسيح ذاق الموت كرمالنا. نحن منغمد عيوننا هون ومنفتحها عند رب المجد بالسماوات، بالسماء الثالثة، بمكان العرش، عرش الله. فنحن ما بقى ندوق الموت، وهذا هيدا من محبة الرب لقلنا، أنه هو اللي ده هيدا الاختبار الصعب والمؤلم جدا، ويلي ولا نهار رح نقدر نفهمه قد ما أخذنا إعلانات عنه أو نحاول نقرب نفهم. ما رح نفهم المسيح بملقه، يعني بملق اللي عمله لقلنا، ما رح نقدر نفهمه. ومنسبح ومنمجد ومنعظم اسم الرب على كل شيء عمله لقلنا. قال هو الغني وقد افتكر لكي نغتني نحن بفقره. يعني كتار ناس بتفكر انه الفقر بركة او شيء مقدس، ولكن الفقر لعنة. لانه الكلمة بتقول يسوع المسيح قال هو الغني كان بالسما وقد افتكر، تواضع حتى الموت، موت الصليب. ليش؟ لتبقى انت فقير؟ لا، ما الكلمة بتقول لكي نغتني نحن بفقره. فالرب دعيك لانه تعيش غني على كل على كل الأصعدة. بليز ما تحصرها بالمال، المال جزء من حياتنا، وإذا الرب ما عطانا مال مش مهم، لأنه هو الراعي الصالح ولا يعوزنا شيء. عكل تحمست لفرجيك العالم الروحي بعد هيدي المقدمة. العبرانيين، رسالة العبرانيين الإصحاح 12، وبليز اسمعني أو افتح الكتاب المقدس هلأ على تليفونك أو الكتاب المطبوع إذا بعدك عم تستعمله. أنا بحب الوراق، إذا موفر قدام كتاب مطبوع بقرأ الكتاب المطبوع، الكتاب المقدس، لأنه لازم تشوف هيدي الأمور أنت شخصيا. بدءا من الآية 18، عبرانيين 12 آية 18 بتقول، عم تحكي معك إلك وإليك ولألي، لأنه هالرسالة مكتوبة للقديسين تبع العبرانيين، يعني لأولاد الرب، لكنيسة العبرانيين، أوكي؟ وهالكلمة هي لألك ولألي اليوم، لأنه الرب كتبها لألنا. بالآية 18 بتقول، إنكم لم تقتربوا إلى جبل ملموس مشتعل بالنار، ولا إلى ضباب وظلام وريح عاصفة، حيث انطلق صوت بوك هاتفا بكلمات واضحة وقد كان مرعبا حتى أن سامعيه التمسوا أن يتوقف عن الكلام، فإنهم لم يطيقوا احتمال هذا الأمر الصادر إليهم. حتى الحيوان الذي يمس الجبل يجب أن تقتلوه رجما. والواقع أن ذلك المشهد كان مرعبا إلى درجة جعلت موسى يقول أنا خائف بل مرتجف خوفا. هيدا كان الجبل الملموس الفعلي بالعهد القديم يلي موسى طلع عليه وكان باختبار عظيم مع الرب، والشعب
بكعب الجبل عم بيشوف كل هالمشهد المرعب، لأنه كان في نار وكان في بروق ورعود وقداسة الرب المش طبيعية يلي بتخلي بيقرب يموت. ولكن لما صرنا بالمسيح والرب صار برنا، صار عنا غير واقع، صار عنا غير عالم. وهيدا الشيء هلأ انتبه له صديقي، بالآية 22 الرب عم بيحكي معنا وعم بيقلنا: ولكنكم قد اقتربتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي، أورشليم السماوية. أورشليم السماوية. ولاحظ هيدي الكلمات، اقتربتم إلى جبل صهيون، بمعنى مش رح بتفوت، انت اقتربت. اذا بتعرف شو باللغة العربية عم بيقلك هيدي الكلمة بالماضي، هيدا الشيء قد تم، انت قد اقتربت، مش رح بتصير معك لقدام او بالمستقبل، انت قد اقتربت الى جبل صهيون، الى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، بل تقدمتم الى حفلة يجتمع فيها عدد لا يحصى من الملائكة. عم تشوفها؟ لاية 23 منكمل ومنشوف شو محوطنا بهيدا العالم الروحي. إلى كنيسة تجمع أبناء لله أبكارا، يعني البكر أولى الأبناء، الأباء إذا بدك. إلى كنيسة تجمع أبناء الله أبكارا، أسماؤهم مكتوبة في السماء، لأنه ما حدا بيفوت على السماء إلا اللي اسمه مكتوب بالسماء، بل إلى الله نفسه ديان الجميع، وإلى أرواح أناس بررهم الله وجعلهم كاملين. كذلك تقدمتم إلى يسوع وسيط العهد الجديد، وإلى دمه المرشوش الذي يتكلم مطالبا بأفضل مما طالب به دم هابيل. هيدا كان باختصار هالكم آية بتفرجيك أنه أنت هلأ بهيدا المكان وعندك امتياز أنك تاخد إعلانات عن كل هيدا الأبعاد يلي ذكرت لك إياها، المتاحة لإلك كتابيا وروحيا. ومش بس تاخد إعلانات عن هيدا الأبعاد، إنما كمان إلك دخول لإلها وبتشوفها وبتتفاعل معها، لأنك أنت صرت مواطن سماوي. قديش حلو هيدا الشيء، قديش أكتر من طاقتنا أنه نفهمه، ولكن هو حقيقي. بدي أقول لك قصة كتير سريعة وكتير حلوة. في خدمة للرب بأمريكا مرة كانت عاملة دراسة عن هيدا الموضوع، يعني بالكنيسة عم تحكي عن هيدا الموضوع، أنه الرب أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. وصارت تحكي عن هالمقطع كمان هلأ يلي قريت لك إياه. وبعد ما خلص السيمينار بيجي واحد لعنده، هو لاهوتي، ونشكر الله من أجل اللاهوتيين بس اللي مليانين من الروح القدس. وجع قال له أخت باتريشا، هي اسمها باتريشا، يلي حكيتي بخوف، لأنه أنت حرفيا عم تقنع الناس أنه هن هلأ جالسين بالأماكن السماوية. أم قالت له أنه مش هيك الكلمة اللي هلأ قريناها بتقول، أنه نحن بالمسيح يسوع وأجلسنا معه بالأماكن السماوية. قال لها إيه، بس أنه أنت فهمنتيها حرفيا. أم قالت له سوري ما عم بفهم عليك، بتفسر لي شوي؟ مع ابتسامة بيقول لها أنه هيدا الشيء مثل المركز تبعنا كمؤمنين. عم بتقول له exactly. بتقول له مزبوط، هيدا هو، هيدا المركز تبعنا. بيقول لها لا لا لا، أنت ما عم تفهمي، أنه مش أنه المركز حرفيا، أنه عن جد حرفيا. قالت له ليك خيي، حستك أنت اللي مشوش،
معلش صلي للموضوع وخلي الرب يعطيك اعلان، اتركني على اللي فهمنته، لانه حسيتك عم بتعقد الامور. ففعلا الرب اجلسنا معه بالاماكن السماويه، وهيدا الشيء مدعوم ب يعني ما بعرف اعداد الايات، بس بمئات الايات يلي مترابطة مع بعضها، لأنه قارنين الروحيات بالروحيات، مش أنه أخدين آية ومعتمدين عليها. يعني هلأ مني قادر أفتح لك كل الآيات، شغلتك أنت تروح تعمل دراسة مثل أهل بيريا يلي كانوا الأشرف الناس أو المؤمنين، لأنه فتشوا الكتب بعد ما الرسول بولس وعظهم، قال صاروا يقولوا معقول اللي قالوا صحيح، خلينا ندرس نحن شخصيا الكلمة ونتأكد. فروح اقرأ الكلمة يلي بتفرجيك انه انت عن جد تنتمي، صرت لهيدا العالم الروحي، ولازم تتعلم تتفاعل معه، لانه انت اولا مواطن سماوي قبل ما تكون مواطن ارضي. وخليني يكون بهيدا الوقت عم فرجيك آية كمان مباركة وبنهي فيها. وهيدي الآية الرب المجد يسوع المسيح قال ل يعني معلم يهودي رفيع المركز اسمه نيكوديموس، يمكن انت قاري قصته بيوحنا الاصحاح الثالث، وبيقول له الرب يسوع هيدي الكلمات لنيكوديموس، بيقول له أنت معلم، لا خلينا نقرأ من الآية 11، الحق الحق أقول لك، هذا المسيح عم يقول لنيكوديموس، إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا. إن كنت حدثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا، فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء؟ وما صعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل أو نزل من السماء، اسمع هاي الكلمة منيح، وهو ابن الإنسان الذي هو في السماء. أوف، رح نرجع نقرأ هالآية. يسوع عم بيقول له لنيكوديموس، وانت بالمسيح وانت صار عندك نفس امتيازات المسيح، قال وما صعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني عم بيقول له عم بيقول له المسيح لنيكوديموس، انا هلا واقف عم بحكي معك بس انا هلا في السماء. في كلمه بالانجليزي بتقول باي لوكيشن، يعني ان تكون متواجد في مكانين، وهذا اللي انت وانا كخليقه جديده بالمسيح صار عنا الفرصه والامتياز أنه نقدر نختبره، أنه نكون بمكانين. هيدا الشيء كتير مقدس، وما عم فلسف لك الموضوع، هيدا الشيء روحي. وتعطيك مثل كتير بسيط، بس هيدا المثل بالنفس، يعني ممكن تكون أنت عم تسوق سيارتك بس بفكرك انت بالجيم، تنقول عم تعمل رياضة او تنقول انت بالمكتب بشركتك عم تفكر بشي، يعني او سرحت بخيالك على جزيرة بعيدة حلوة ودافية وعم تتخيل حالك هونيك. هلا هيدا بالنفس، هيدا مش فعلي. فاذا هيدا الشيء متاح لك على صعيد النفس، الشق الروحي هو الحقيقي. يعني الرب يعني بيخليك تختبر أمور روحية، فعلا أنت بالعالم الروحي. وهيدا الشيء بيجي لما بتقرأ بالكلمة أكتر وبتتعرف على بيتك الأساسي اللي هو الملكوت، وبتعرف شو اللي متاح وشو اللي مش متاح، وكيف تتفاعل مع هيدي الأجواء وما يحيط بك، وتكون عم بتعيش حياة الملكوت مثل ما المسيح على الأرض عاش حياة الملكوت. وهو قال
إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، وهو سلم السماء يلي شافه يعقوب. قال المسيح عن حاله: رح بتشوفوا السماوات مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على ابن الإنسان. هيدا اللي كان يحيط بالرب، وهيدا يلي يحيط فيك وفيكي وفيه. فهيدي كانت المشاركة لليوم. بعرف يمكن تكون شوي دسمة على البعض، يمكن على البعض رح تخلق فيهم رغبة يفتشوا الكتب أكتر عن هيدا الموضوع، بس صدقني حياتك رح تتغير وحياتك رح تتغير، لأنه هيدا الشي ميراثك وميراثك، والرب بده أنك تعرف فيه وتمتلكه وتعيش بهيدا المجد. إلى اللقاء.